وزارة الشباب والرياضة شاهدة على إنجازات الرئيس. 6 سنوات جعلت من مصر واحدة من أفضل دول العالم جذبا للأحداث الرياضية. صدقت عندما قلت الرياضة أمن قومي. الرياضة أمن قومي جملة غيرت بها تاريخ الحركة الرياضية المصرية، وجعلت من الرياضة أسلوب حياة للمصريين. سيادة الرئيس، شكرا. عن الحصاد الرياضي مع الإعلام الكبير محمد شبانة على بوابة مصر للشباب والرياضة. أنا عايز يعني طبعا الكلام كتير، أنا بحاول أن أنا أختصر لكم كده بسرعة يعني نقاط، أخذ نقاط كده عن أبرز الحاجات، إنما أنا عندي حاجات كتيرة جدا جدا عايز ألخصها لكم. برضو عندك النهاردة بقى في تحول رقمي في مراكز الشباب، يعني تخيل النهاردة مراكز الشباب النهاردة تطورت لدرجة إنه بقى عندك صروح رياضية وشبابية بتضم مسابقات للإبداع ومسابقات لممارسة الرياضة ودوري الكرة القدم بين مراكز الشباب، وتحول رقمي لكل مراكز الشباب، وأندية للعلوم بقت موجودة، وعندك مكاتب لذوي الهمم اللي هم أخواتنا ذوي الهمم اللي انت ما تسيبهمش كده، لازم برضو يتطوروا معاك ويكونوا يعني عندهم قدرة على الإنتاج وفق الإمكانيات المتاحة في أجسادهم، ويبقى عندك ده موجود في كل مراكز الشباب. عندك النهاردة مراكز الشباب بقت النهاردة لها دور في الخدمات المجتمعية، بقى ده موجود من ضمن الأهداف بتاعتها. كم مركز شباب النهاردة بيقدم خدمات مجتمعية؟ عندك 3426 مركز شباب، يعني تخيلوا 3426 ما بين قرى ما بين مدن ما بين مدن رئيسية ما بين محافظات كبيرة بتقدم خدمات مجتمعية للمجتمع كله. هديكم مثال، أنا دايما بدي المثال عن عشان خاطر الناس تبقى واخده بالها، حتى في الكورونا اللي احنا فيها هتلاقي النهارده مراكز الشباب فيها متطوعين وبيشتغلوا وبيخرجوا بيعملوا تجميل المدن او تجميل الكره. كل الخدمات المجتمعيه النهارده بقت مراكز الشباب شريك فيها وبتقوم بيها، وده في تنميه لادراك المواطن وصغير شاب صغير لسه يعرف يعني ايه يساهم ويدي بلده ويدي وطنه، ودي توجيهات مباشره من رئيس الجمهوريه ان انت النهارده يبقى المواطن والشاب شريك، وتعلمه ازاي يبقى شريك، وتعلمه ازاي قيمه ان هو يبقى شريك ويطلع مواطن صالح ومواطن دماغه بقى مش فاضيه وحد يلعب له فيها وحد يعمل له فيها. لا، انت بتتكلم في مجتمع انت شريك في بنائه، مش بس اللي بيبني رئيس الجمهوريه ولا بيبني القياده السياسيه بس ولا بتبني بس الحكومه، لا، المواطن من اصغر مواطن لغايه رئيس الجمهوريه كلنا ايدينا في ايد بعض علشان خاطر نبني البلد دي، ونتعود ونتعلم كده ان احنا نبني البلد دي. انا يعني عندي الحقيقه يعني حاجات كتيره جدا جدا والله، انا ما بقتش عارف يعني انت لما جينا نحصر حتى المستفيدين من الانشطه بتاعه الشباب والرياضه في الفتره بس بتاعه سنه 19، يعني اذا احنا بنقول كده في بتوع الرياضه والكره موسم 19 20 يعني، فاكتشفت ان انت عندك 17 مليون ما بين شاب وبين بنت او فتاه ما بين طليع او هم الطلائع اللي هم الولاد الصغيرين اللي هم من سن 5-6 سنين لغايه 13 سنه، ان دول مستفيدين من انشطه الشباب والرياضه اللي هم يعني مدونين عندنا كارقام هنا في الوزاره. فتخيل كمان لو ضفت على دول المواطن العادي اللي هو بيروح مركز شباب او بيروح النادي او في الشارع بيمارس الرياضه. انا عايز الناس تتجرأ على ممارسه الرياضه. لما رئيس الجمهوريه كل يوم يمارس الرياضة وحريص انه يقول كده، خدوا بالكم، وحريص انه يقول كده وانه محافظ على صحته علشان خاطر هو عنده مسؤولية ضخمة جدا في بناء هذا البلد. كل واحد فينا عنده مسؤوليته في بناء هذا البلد، كل واحد في حتته. لو انت سواق انت مسؤول عن جزء من بناء هذا البلد، لو انت مهندس، لو انت طالب في الجامعة، لو انت في الثانوي تذاكر وتجتهد وتتفوق وتمارس الرياضة عشان تبقى مواطن صالح بعد كده. لو انت حتى شاب صغير عندك 15 سنة انت مساهم، ما ترميش ورقة على الارض. كل واحد فينا يساهم في بناء هذا البلد من يعني على قد قدرته وعلى قد ادراكه وعلى قد شغله. فاذا كان رئيس الجمهورية النهاردة بيمارس الرياضة يوميا وحريص انه يظهر لنا ده ويقول لنا ده بشكل واضح وصريح، فاحنا كمان كل يوم لازم نسعى لممارسة الرياضة، وهالدولة وهالوزارة
مجهزه كل ده بتعليمات واضحه ومباشره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا يعني الكلام كتير والورق كتير، انا كنت جاي مجهز قد الكلام ده 50 مرة، بس انا مش عايز يعني الحقيقه اتكلم اكتر من كده. لكن احنا بنقول رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، يعني 6 سنين هم عدوا بسرعه، الله يكون في عونك. الحقيقه المجهود ضخم جدا جدا جدا، واللي بيحاول انه يقترب او الناس اللي القريبه منك او الناس اللي بتتابع المجهودات اللي بتقوم بيها، يعني لو حبت حتى تقلدك هتلاقي ان الموضوع مش سهل، لان انت فعلا بتجري من اجل البناء، ووزاره الشباب والرياضه بتجري من اجل تنفيذ هذه التوجيهات، وان شاء الله كده يعني تظل مصر تحت قيادة السيد الرئيس مستقرة وعافية ودولة إقليمية قوية. كل سنة وحضراتكم بخير، وإن شاء الله كل سنة نيجي نتكلم عن إنجازات كتير وعن خدمات كتير بتقدم للشاب والشعب والمجتمع المصري. مفيش حلم بيتحقق كده، الحلم عرق وجهد وإخلاص وأمانة وشرف. يعني التدريب أمانة طبعا، لما اتدرب بامانه معناه ان انا هبقى حريص جدا جدا على ان مستواي في التدريب كل يوم يزيد عن اليوم اللي قبل منه، ومهاراتي تزيد، لان طبعا انتوا بتفرحوا كل المصريين، وبالتالي كل الامكانيات للي بيفرح المصريين. شد حيلكم، الف مبروك. شكرا لكم.